في خطوة لوضع استراتيجية مشتركة بين الدبلوماسيين والخبراء العرب نحو أسس عربية موحدة للملفات السياسية، نستضيف هذا الاجتماع 11 لجنة الخبراء العرب، لذلك للتنسيق المواقف العربية خاصة الدول الأعضاء في التراث العالمي، لتنسيق هذه المواقف وتوحيد الكلمة العربية، خاصة عندنا مواقع جديدة راح تطرح إن شاء الله على قائمة التراث العالمي. الكويت عندنا أكثر من موقع، عندنا 3 مواقع، موقع المدينة الدلمونية سعد وسعيد، وعندنا الأبراج الكويت، وعندنا بيت الشيخ عبد الله الجابر. هذه المواقع سجلت على القائمة التمهيدية للتراث العالمي. تستضيف الكويت أعمال الدورة 11 للاجتماع السنوي للخبراء العرب في التراث الثقافي والطبيعي العالمي. دور اللجنة هذه هو الإعداد لاجتماع لجنة التراث العالمي التي ستنعقد دورتها 40 بإذن الله في مدينة اسطنبول التركية. اللجنة هذه هي تضم مجموعة من الخبراء من الدول العربية التي لديها ملفات مرشحة للإدراج على قائمة التراث العالمي، وكذلك الملفات التي سوف تعرض على اللجنة لأسباب عدة، إما لأن الممتلكات الثقافية معرضة معناها للإدراج على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، أو الملفات التي ينقصها تقرير المعاينة إلى غير ذلك. وتحرص الكويت على استضافة هذا الاجتماع حرصا منها على تدعيم العمل العربي المشترك في كل المجالات لدعم التنمية الثقافية العربية والحد من الاعتداءات الوحشية على تراثنا العربي. عائشة المديني، تلفزيون دولة الكويت.